ما هاي مهنه القش من خلال 6 أشهر الحمد لله تعلمت من احد اصدقائي اخ ابراهيم، واشتغلت فيها شغلات كثير سوينه ومزهريات وعده شغلات وكاسات. هلا نحن بنحضر المعرض مشان اول كل لعرض هذه المهنه الخاصه للمكفوفين. شغل المكفوفين انتم هاي المهنه تعتمد على الاحساس والابداع الذهني. واثنين هذا المعرض كمان انه مشان ننشر الشغلات نحن اللي عم ننتجها. ثلاثه لتغيير وجهه المجتمع الخارجي بنظرته للمكفوف اللي مهمشه، ان المكفوف قادر على العطاء وقادر على الانتاج. مركز مكاني المجتمعي اللي بيهتم بجميع فئات المجتمع، اليوم بيسلط الضوء على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هن المكفوفين، أصحاب الهمم، أصحاب القلوب المبصرة، وذلك من خلال إقامة معرض بعنوان القلوب المبصرة يلي بيعرض منتوجات صناعة القش اليدوي، وذلك من خلال من خلال تدريبهم ل3 أشهر. كان عندنا 8 شباب من المكفوفين، طبعا المدرب يلي قام بتدريبهم هو أحد المدربين أيضا من المكفوفين، قام بتدريبهم لمدة 3 شهور وأنتجت هاي المنتجات اللي موجودة بين إيدينا. الغاية من المعرض كان لنا هدفين رئيسيين، الهدف الأول هو إعادة دمج هي الفئة بالمجتمع، والهدف الثاني هو إيصال رسالة للناس وللمجتمع بأنه هي الفئة قادرة على العمل وقادرة على الإنتاج وقادرة على العطاء وليس تعبة. قلوب مبصرة عنوان جذب انتباهي كثير كبير، رغم أنه بعد المسافة جيت لهون حتى أشوفك أعمال أشخاص مميزين، أشخاص مبدعين بأعمالهم. جيت تفاجأت بالأعمال، كانت كثير مميزة لهيك أشخاص، يعني أشخاص ما قدرنا نقدرهم من قبل، فهلا لما شفنا إبداعهم كان إبداع جدا مميز. كثير شيء حلو، أنا كثير مبسوطة بالعمل هذا. بشجع هيك أشخاص لحتى نتعاون أكثر، لحتى يكون عندهم إبداع أكثر.